سنعرض لكم في هذا الفيديو ألغازاً تبدو بسيطة من الوهلة الأولى، إلا أنها ليست كذلك. الكثير من تلك الألغاز سيرهق عقلك، لكن لا تنسى أن تكتب في التعليقات عن عدد الألغاز التي استطعت حلها بشكل صحيح. وإذا لم تكن مشتركاً بالقناة فاشترك الآن وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. رقم 1. كان هناك لص يختطف الناس ويحتجزهم من أجل أن يطلب فدية في مدينة ما، ولم تستطع الشرطة القبض عليه لفترة طويلة، ولم تعرف كيف يبدو شكل المجرم بالتحديد، إلى أن جاءهم خبر يفيد بأن المجرم يختبئ في منزل مهجور في الغابة. عندما وصلت الشرطة إلى المكان، قامت باقتحام المنزل ووجدوا رجلاً قال بأن اللص قد اختطفه منذ أسبوعين وحبسه مع كمية قليلة من الماء والطعام، وقال بأنه سيحرره عندما سيحصل على الفدية، إلا أن الشرطة قامت بإلقاء القبض على الرجل بعد أن سمعت أقواله. لماذا؟ قال الرجل بأنه اختطف منذ أسبوعين، وكان ينبغي على شعر ذقنه أن ينمو خلال تلك الفترة، أما الآن فهو حليق الذقن في الواقع. هذا يعني أن الرجل هو اللص، ويحاول تقديم نفسه باعتباره ضحية من الضحايا. رقم 2. ما هو الخطأ الموجود في الصورة؟ اكتب إجابتك في التعليقات. إذا كنت منتبهاً لدرجة كافية للاحظت أن هناك قمران في السماء. ضع علامة الإعجاب إذا كانت إجابتك صحيحة. رقم 3. أراد ملك أن يزوج ابنته، لذلك قام بتنظيم مسابقة فاز بها فارس واحد. لم يكن أمام الفارس سوى جولة أخيرة ويتزوج الأميرة. قال الملك للفارس بأن أمامه 4 أبواب ويستطيع أن يجد الأميرة خلف أحدهم إذا اختار الباب بشكل صحيح. ما هو الباب الذي يجب على الفارس اختياره؟ لعلكم لاحظتم أنه يوجد علامات على كل باب، لكن العلامة الموجودة على الباب الثالث موضحة باليد اليمنى. هذا هو الباب الصحيح الموجود خلفه الأميرة. رقم 4. الآن سنختبر حدة نظركم. انظر إلى الأشكال الموجودة وقم بتحديد الشكل الملون بلون آخر. رقم 5. وقعت عدة جرائم سرقة في مطار لندن في وضح النهار في 31 ديسمبر، حيث قام السارق بسرقة حافظة النقود والأشياء الثمينة الموجودة مع الركاب. قامت الشرطة بتحديد 3 من المشتبه بهم وقاموا باستجوابهم. قال كل واحد منهم بأنه قد وصل للتو ولم يقم بارتكاب أي جريمة. قال المشتبه به الأول بأنه قادم من بانكوك، وقال المشتبه به الثاني بأنه وصل من ستوكهولم، وقال الثالث بأنه أتى من تورونتو. سمعت الشرطة أقوال الجميع وفهمت على الفور من هو اللص. من هو ولماذا؟ يا
ينبغي عليكم أن تعرفوا علم الجغرافيا من أجل فك لغز القضية. لقد وقعت الجريمة في مطار لندن في 31 من ديسمبر، وفي هذا الوقت يكون الجو بارداً. كان المشتبه به الأول يرتدي فانيلا، لكنه وصل من تايلاند التي تمتاز بدفء جوها، فهذا منطقي. الشخص الثالث وصل من المدينة الكندية تورونتو، هناك جو بارد لذلك كان يرتدي معطفاً، الأمر منطقي أيضاً. الشخص الثاني وصل من السويد وهناك جو بارد مثل لندن وكان يرتدي ملابس خفيفة، هذا يثير الشك، لذلك قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه. رقم 6. تم سرقة تمثال ثمين من قبيلة قديمة منذ عدة سنوات، وهذا التمثال مهم لأنه سيعطي أفراد القبيلة قوة خارقة. عرف محارب شجاع بأن التمثال موجود في بدروم أحد منازل الأثرياء، وهو محمي بفضل سرينة الإنذار التي تحيط به، بحيث إذا رفعته من مكانه ستعمل سرينة الإنذار على الفور وستمتلئ الغرفة بالغاز السام، ولن يكون هناك فرصة للسارق كي يفلت. إلا أن المحارب قام بالدخول إلى الغرفة، فكيف يستطيع أن يأخذ التمثال ويبقى حياً؟ السرينة تعمل عند رفع التمثال، وهذا يعني أن المنصة الموضوع عليها التمثال تتأثر بالوزن. الأشخاص المنتبهون لاحظوا وجود طوب على الأرض، لذلك يستطيع المحارب التقاط أحد القوالب ويضعه بدلاً من التمثال وسيخرج حياً. رقم 7. سافر رحال في رحلة إلى الجبال وبدأت الأرض تهتز من تحته بسبب الزلزال، وفي النهاية سقط في حفرة ووجد نفسه في كهف مظلم يعيش فيه وحوش مخيفة لآلاف السنين. لحسن الحظ يوجد لدى الرحال ثلاثة أنواع من الشراب تعطيه قوة خارقة. الشراب الأول سيكبر حجمه بشكل كبير جدا. الشراب الثاني سيعطيه فرصة للطيران. الشراب الثالث سيجعله مختفيا. الوحوش تكالبت على الرجل ومستعدة للهجوم، لذلك ليس لديه وقت سوى أن يحتسي شراباً واحداً فقط. ما هي القوة الخارقة التي يجب على الرحال اختيارها كي ينقذ نفسه؟ الشراب الذي سيجعله مختفياً لن يساعده، فالوحوش التي تعيش في الكهف لآلاف السنين نجد أن حاسة السمع والشم متقدمة لديهم جداً. الشراب الذي سيجعل الرجل عملاقاً لن يساعده أيضاً لأن الكهف ضيق، أما الطيران هو الخيار الأفضل الذي سيبقيه حياً. رقم 8. لغز آخر لقياس مستوى انتباهك، أخرج الشكلين المتشابهين. رقم 9. استمع جيدا إلى اللغز. شيء عندما نشتريه يكون أسوداً، وعندما نستخدمه يكون أحمراً، وعندما نرميه يكون رمادياً. ما هو ذلك الشيء؟ الإجابة الصحيحة هي الفحم. رقم 10. سافر زوج مع زوجته كي يستجما أخيراً على إحدى الجزر. هناك قاموا بشراء بطيخة من أحد الباعة المحليين. بعد أن قاموا بأكل نصفها، شعر الرجل بالمرض وقاموا بنقله إلى المستشفى.
اتضح لاحقا أن البطيخ كان يحتوي على مادة شديدة السمية تتسبب في وفاة الأشخاص. انتبه للسؤال، لماذا لم تشعر الزوجة بالتعب؟ يجب أن تكونوا منتبهين إذا أردتم حل هذا اللغز. عندما قام الزوج والزوجة بأكل البطيخ، قام الرجل بأكل البذر، أما السيدة قد ألقته جانباً. كان السم موجود في البذر. لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.